الإسلامية مع كل أنواع الأطباق الكبيرة ومهارات الطبخ الرائعة مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للنظام الغذائي الحلال تصبح أكثر تنوعا. لحم الضأن المطبوخ مع أذن البحر هو طبق مميز لمطاعم جوانجو. لحم الضأن الطازج اللذيذ، أذن البحر اللذيذ الطعم، هذان النوعان من المكونات الغير مترابطة تندمج مع بعضها البعض، تصنع بمهارة بواسطة شيف محترف. إنها حقا منتجات جديدة ولذيذة. أذن البحر الطويل والرفيع، تتغير خط السكين، تعطي لأذن البحر نكهة طيبة ومذاقا جيدة. قلي لحم الضأن ثم عملية الطبخ، والحساء المميز به رائحة الضأن، حساء مفيد وصحي. اللحوم الطازجة الموضوعة في الأسفل ثم القلي. أذن البحر المقلي مطبوخ في طاجن، عند إخراجه من المقلاة تفوح منه رائحة شهية. يا له من طازج ولذيذ. بالإضافة إلى دمج الابتكار، تشاو غاو فينغ القادم من الشمال الغربي يأمل أن يصبح طبق بلدته شهيرا في كل مكان. هذا هو طبق البطاطا حبة حبة، يصعب عليه التخلص من حلمه. بعد التعديل مزرعة الخضروات تتوهج بالحيوية. الدجاج هو إضافة جديدة المكونات. بعد التقطيع نستخدم التوابل. تقطع البطاطس في حجم فول الصويا، تصبح لينة عند التبخير. مكعبات البطاطس يتخلل جيدا الفراخ، وتوضع في الكثير من الزيت الساخن، ويتم المزج بين النكهتين لأول مرة. في مرحلة التبخير تحتاج إلى إعداد العجين. مهارات الشيف مهمة جدا في ذلك الوقت. يجب عجن العجين جيدا، وتحتاج أن تكون لينة الملمس ليمكنها الامتصاص أكثر. نكهة البطاطس والدجاج نوعان من المكونات يتم وضعهما على العجين. يتم وضع الصلصة من خلال عملية التبخير. ستشم الرائحة مرة أخرى. الأطباق تبدو بسيطة، ولكن مع كل مضغة تحتوي على طعم الدجاج والبطاطس، لذيذة وكثيفة ومتشابكة، رائعة خلال ذكريات الطفولة، ويتم مشاركتها مع كل الزبائن.
الأطعمة الحلال في جميع أنحاء العالم، وأصبحت ذات صيت عال ومميز في مهد وعاصمة التجارة غوانجو. الشيف التركي جينكيز في هذا المكان يدير مطعمه الغربي، وقام بإحضار اللحم المشوي التركي الإسلامي إلى هنا. الحشو باللحم المفروم، ويضاف البصل والثوم والزبادي وغيرها من المكونات المحلية، يتم مزجها لتصبح كعجينة النشاء. وأتقن جينكيز هذه الحرفة، حتى التحكم بالنار يجب أن يكون بالغ الدقة. الخضروات المشوية واللحم البقري المشوي جيدا، والخبز المحمر يقدم معا على المائدة. السماح للضيوف بالتمتع بالمذاق الجذاب والطعم الحلو. وهو الآن متزوج من زوجة صينية ولديه طفلان، يقضي حياة ممتعة وسعيدة. غوانجو، الكثير من الأصدقاء الأجانب يسكنون في هذا المكان في بلد وأرض أجنبية، دائم التفكير في أن يأكل طبقا من مسقط رأسه. مطعم السد يجعل اليمنيين يغادرون منازلهم حسب رغباتهم. قد اعتادوا على تناول 3 وجبات يومية والتجمع في هذا المكان. هنا زبائن المطعم المعجبون الذين يأتون دائما ويتمتعون بالمذاق الخاص للطعم الإسلامي الأصيل، يتقابلون مع عدد كبير من الأحباء من نفس البلد. هذا أصبح مكانا للتجمع اليمنيين الأصدقاء. هذا المطعم افتتح من قبل زوجين من مقاطعة جانسو، وقاموا بتعزيز اتجاههم وأصبحوا أساطير في الطبخ للأصدقاء اليمنيين. الحدود الدولية للطعام نقطة غامضة، مزيد من الناس ومزيد من الأمنيات يشعرون بالرضا في هذا المكان. ما جيانغو القادم من شينجيانغ وزوجته مارون فين، تمتد جذوره الى مقاطعة تشيتيان الى مدينة ايفو. الشيء المضحك هو ان كلاهما فتح مطعما، استخدام عدة اطباق مختلفة للترحيب بالضيوف. مارون فين يدير محلا صغيرا يقوم بعمل اشهى مأكولات شينجيانغ. ديانغو وصديقه التونسي علي يقومان بإدارة محل أكبر حجما، مطعم للمأكولات العربية. وقاما بدعوة الشيف التونسي مندي، والذي لديه مهارات الطبخ الرائعة ولديه القدرة على صنع أشهى الأطباق العربية، ومن بينها أطباق السمك المشوي للبحر المتوسط. استخدام حوالي 2.5 كيلو من سمك لون، وقام بتقطيعها، واستخدم صلصة الطماطم والليمون، الزنجبيل، الفلفل، الكاري وغيرها من التوابل لصنع الحساء. وقام بوضعها داخل شرائح السمك، وغطاها بورق الألمونيوم، ووضعها داخل الفرن لمدة 35 دقيقة. رائحة سمك البحر المتوسط المشوي رائعة للغاية، يستمر مذاقه مدة طويلة في الفم. استخدم مينيو كسكسي مصنوع من الدخن يحتفظ بالطعم الأصيل للمذاق التونسي. يتم استخدام زيت الزيتون مع الدخن ليصبح ذا رائحة فريدة، ويتم إضافة الملح مع التحريك، وينقع حوالي 15 دقيقة. ندع الرائحة تتسلل إلى الداخل. نقطع البصل، يتم وضعه في الوعاء، وإضافة لحم الضأن، الفجل، الحمص، الفلفل الأحمر، صلصة الطماطم، ثم يتم التحريك بالكامل. تم وضع القليل من الكاري، الفلفل الأسود، وملح حسب الرغبة. تغطى بورق الألمونيوم، توضع في الوعاء للتبخير. وبعد 40 دقيقة الكسكسي اللذيذ أعد جيدا في انتظار تذوق الزبائن. Thank you.
لديه مهارة فريدة من نوعها في الطعام العربي الذي يؤكل باليد. يستخدم الأرز الطويل بعد عملية النقع وتضاف إليه التوابل مع التحريك مع الأرز المتبل يصبح لذيذا. حساء لحم الضأن يحتاج إلى إضافة الفاكهة العربية وإلى الأوراق العطرة والتوابل الأخرى مع استخدام النار كعامل محفز. حساء سميك إلى حد ما لذيذ تصب في حساء الأرز وتوضع في ورق الألمونيوم. رائحة مغلق عليها تماما داخل الوعاء، والأرز يمتص جيدا حساء لحم الضأن، رائحة التوابل وأيضا تبقى في حبوب الأرز. يصب أخيرا مع الحساء، يرش بعض مكسرات الصنوبر المقلي، الفلفل الأسود، الزبيب، البصل المقلي، وساق ضأن المشوي. لحم الضأن من نينشيا له طعم لذيذ وغريب، مواد غريبة تمتص أيضا الجوهر المحلي، مزيج من الثقافة الغذائية الصينية والعربية، يمكنك دمجه معا لتكون شيئا جديدا وطعاما لذيذا. طعامي اليد لشينجيانغ، خروف جزر يقلب مع البصل ويغطى ويطبخ بنار هادئة ذو رائحة عطرة وجذابة. بالإضافة إلى طعام اليد لشينجيانغ، هناك أيضا العديد من الأطباق المعروفة التي يعرفها القاصي والداني. بانجي، الدجاج الطازج المفروم والمقطع لقطع كبيرة، يوضع في الماء المغلي ويجعل اللحم سهل المضغ مع التوابل، الفلفل الحار والبصل والتوابل وغيرها، يقلب في وعاء مع الدجاج. إضافة القليل من الحساء لجعل الطعم ألذ. صب الماء بحيث لا يتجاوز الدجاج، نضع قطع البطاطس مع الحساء ويطبخ معا. سوف تمتص البطاطس طعم التوابل الحارة وملوحة الدجاج تدريجيا لتصبح لينة وتطهى على نار هادئة. يمتص المرق المكونات، الطعم سيكون قويا حارا ورائحته قوية ذا رائحة ذكية وطريا وجيدة. الشنجيانيين يرحبون بالضيوف مهما كان الطعام باليد. بانجي إضافة إلى الشواء، كلها مناسبة لمشاركتها مع الأصدقاء. كل طبق مميز ورائع المنظر ذو رائحة ذكية وطعم قوي يستطيع أسرك بسهولة الزبائن الذين يصعب إرضاؤهم.